أهلا وسهلا، أنا الطالب يزن عوض الشمراني من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بثانوية الأبناء الثالثة مقررات بمكتب التعليم بخميس مشيط. طبعا في البداية انضممت لبرنامج التلمذة مع موهبة، وبعد كذا عملت في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بإشراف الدكتور آمن عمري والأستاذة بشار منياوي في فريق بحثي في جامعة الملك عبد الله. كنا نعمل على بحث مكثف على أنه نوجد حلول لبعض المشاكل، فمن خلال فريق البحث ومن خلال الاقتراحات اللي وصلتنا من الدكاترة وبحث طويل وعمل يعني لمدة أسابيع وأشهر، وتوصلنا لهذه المشكلة ولهذا الحل بالذات، عشان نحاول نطور من المستشعرات الضوئية لدورها المهم جدا. الإبداع هي مرحلة من عدة مراحل، بداية طريق لمشوار كبير جدا، فهي مجرد بداية بإذن الله راح ننطلق فيها عشان نحقق رؤية المملكة بإذن الله.